اهلا وسهلا بيكم، انا معتز زهاني ودي قناة كتب وسينما. مسلسل ديفندنج جيكوب مسلسل موجود على شبكه ابل تي في بلس، والمسلسل ماخوذ عن روايه بنفس الاسم ومن كتابه مارك بومباك ومن اخراج مورتن تيلدم، والمخرج هنا كان اترشح قبل كده لجائزه اوسكار عن الفيلم الشهير ايميتيشن جيم. مسلسل بطوله باقه من النجوم على راسهم كريس ايفانز وميشيل دوكري. المسلسل من نوعيه الجريمه والغموض، قضيه بنبدا نخش في اعماقها عشان نعرف مين هو المجرم الحقيقي لقضيه طبعا قتل لمراهق كان مرمي كده في غابه وطبعا غرقان في الدماء، وعايزين نعرف يا ترى اللي قتله هل هيكون زميل لي في المدرسه ولا حد من خارج الاصدقاء. هنبدا نقسم الحلقه لجزئين، هيكون في جزء في الاخر خالص للحرق وهنوه قبليها، ولكن الجزء الاول ده كله مش هيكون فيه اي حرق للتفاصيل. وحتى اللحظه دي هو المسلسل نزل منه 6 حلقات بس، وهو اصلا 8، واخر حلقه هتكون في 29 مايو من الشهر ده. بيبدا المسلسل باستجواب لاندي، واندي ده بقى المفروض ان هو مساعد النائبه العامه اللي كان قبل كده، وطبعا هو بيبدا يعني جلسه كده عشان يعرفوا مدى عمق الادله، هي مش محاكمه بشكل رسمي ولكن جلسه فيها هيئه المحلفين، وبيبدا بقى يتكلم عن الجريمه اللي حصلت والماضي، يعني بيمشي على اكتر من خط في اثناء الجريمه وما قبل الجريمه، والخط اللي هو بيبدا بيتكلم فيه اندي نفسه. بنشوف قضيه ان شاب في مدرسه اسمه بن، طبعا ده مقتول وكده، وعايزين نعرف يا ترى مين الجاني. بنبدا نشوف تفاصيل عن عائله اندي والحياه بقى اللي هو كان عايشها قبل كده، وطبعا هو بيبدا المسلسل خالص في البدايه بانه بيقول انا بثق يعني في السيستم وكده وعايز اوصل للحقيقه واطبق العداله. وطبعا هو المسلسل ده ماخوذ عن روايه، ولكن في كلام ان هو هيبقى فيه اختلافات، يعني لسه فاضل في حلقتين وبيقولوا ان هيبقى فيه اختلافات يعني كبيره عن الروايه، ولسه هنشوف. انا قريت كده ملخص للروايه، فلو المسلسل هيتطبق ويبقى قريب منها بصراحه هيبقى خطير جدا، وانا شايف ان لما قريت ملخص كده، يعني ما قريتش طبعا الروايه، قريت ملخص عنها كان فيها مفاجآت عملاقه قوي، مش عارف ازاي ده كله هيحصل في الحلقتين الجايين بس. فطبعا هنعمل مناقشه بعد كده تاني لما يخلص المسلسل ونشوف الحلقتين دول هيحصل فيهم ايه، لكن لو حصل بالظبط اللي في الروايه ده فبصراحة يعني شيء جميل جدا، والختمة هتبقى جميلة جدا. وكده كده حتى لو اتطبق بطريقة تانية برضو انصحكم تتابعوا المسلسل. المسلسل كان فيه اداء تمثيلي جيد جدا والاحداث بتشدك من اول حلقة. طبعا لو قلت ان جيكوب يعني هيكون هو متهم في الموضوع، انا كده ما حرقتش حاجة، لان هو ده باين من عنوان المسلسل ومن القصة الرئيسية، يعني مفيش اي حرق للموضوع، ان بيقول لك ديفندنج جيكوب، فهو واضح ان جيكوب متهم. فالمهم هو كان بيبدأ في الاول يعني مش عارفين مين المتهم، واندي ده هو مساعد النائبه العامه، المفروض هو اللي بيحقق في الموضوع وهو اللي بقى داخل في تفاصيل القضيه والكلام ده، ليكتشف الصدمه الكبرى بان ابنه ضالع في هذه المشكله، والاسره اللي كانت هادئه وسعيده اصبحت في مصيبه كبيره جدا بان ابنهم متهم بقضيه قتل. غير ان اندي طبعا بيخرج من الاول خالص، بيخرجوه بره القضيه، لان كده في تضارب مصالح اساسا، لان هو عارف اسر كتير من اللي موجوده في المدرسه، يعني عارف الطلبه وعارف الاباء والكلام ده، فبيتم يعني ازاحته. وطبعا ليه منافس كبير برضو ده هتشوفوه في المسلسل في مكتب النائبه العام. المسلسل هتشوفه فيه تفاصيل كبيره جدا عن يعني خفايا بقى الاسر الهادئه البسيطه السعيده اللي ممكن يكون فيها ابن انت مش عارف عنه تفاصيل كتير. طبعا هو حتى الان مش هنقول مين هو المجرم الحقيقي، لان ده مش هنعرفه غير في الحلقه الثامنه، طبعا في يعني احداث وفي مفاجآت هتشوفوها، ولكن انا بتكلم بقى على تفاصيل العامه في العمل. انتوا هتشوفوا يعني اسره عاديه كده ممكن ما تكونش عارف خفايا احد الابناء اللي موجودين فيها، وازاي بقى دفاع طبعا الاب المستميت عن هذا الابن وتحوله بقى ليه يعني من مساعد النائبه العامه، لانه بقى يبقى الموضوع كله بدا لقلب اب، وازاي يدافع عن ابنه، وخطوره السوشيال ميديا كمان، والكلام اللي بيتكتب في المواقع ازاي ممكن يتحول لاداه للادانه، وكلمه بسيطه ممكن تدخل الناس في تفاصيل اكبر بكتير وما كانش كلام المفروض يتقال على السوشيال ميديا. وكمان بتشوفوا بقى العلاقات بتتاثر ازاي، دي طبعا يعني حاجه موجوده في معظم افلام الجريمه ومسلسلات الجريمه، انتوا بتشوفوا بقى العلاقات بتتاثر ازاي مع الجيران او كده، بنعرفوا ان في واحد قاتل في البيت ده او ابن قاتل او الكلام ده كله، بتشوفوا بقى كله بيقلب عليهم ويبداوا يكتبوا على الحيطه ومش عارف ايه مين المجرم كذا، يعني الكلام ده احنا شفناه طبعا في اعمال كتير، ولكن هو المسلسل ممتع جدا وفي تفاصيل غنيه حتى الحلقه السادسه، ولسه
عايزين يا ترى نعرف ايه هيحصل في النهايه. كان في طبعا ظهور مميز هتشوفوه للممثل الكبير جي كي سيمونز او يعني بيسمى جوناثان سيمونز. وهتشوفوا كمان الموضوع انه بيتكلم عن يعني يا ترى ايه هي دوافع الجريمه، وفي طبعا تفاصيل علميه في الموضوع هتشوفوها وهنتكلم عنها في فقره الحرق. فحتى الان مفيش اي حرق للموضوع، هو ان جيكوب يعني تم اتهامه في هذه القضية القتل، والاب بقى هو اللي المفروض هيبدا يعني عايز يوصل لتفاصيل عشان يدافع عن ابنه والكلام ده كله. وهنشوف في الاخر خالص هنشوف هيوصل لايه، ويا ترى فعلا جيكوب هو المتهم الرئيسي هو القاتل ولا في حد تاني وطرف تاني في جريمة القتل. فالأداء التمثيلي أنا شايفه كان متميز جدا، سواء لكريس إيفانس أو زوجته طبعا في العمل، وكمان الممثل طبعا اللي أدى دور جيكوب. والمسلسل في تقييمي يستاهل 8 من 10. والفقرة الجاية هيكون فيها حرق كامل للأحداث. شفنا بقى إزاي حال الأسرة اتقلب طبعا، يعني الابن أصبح مجرم ومدان والأدلة ضده بسبب الكلام اللي كان اتكلب كتب من صديقه في المدرسة عن موضوع بقى ان هو انت القاتل مش عارف ايه، وشكوا في الراجل اللي هو كان متحرش التاني اللي هو كان طبعا ليه قضية قبل كده، وكانوا عايز يعني يوصل له ويخليه يعترف ان هو القاتل الحقيقي مش جيكوب. فاندي كان بيمشي وراه، وصل الموضوع ان هو طبعا يعني شو زي ما شفنا مشهد العربية ونزل من عربيته ومسك ليونارد اللي هو الشخص اللي كان مدان قبل كده وقال له انت اللي عملت كده، انت المجرم وانا مش هسيبك والكلام ده. وطبعا يعني ابوه عرفنا بقى ان الاب كان يعني متهم قبل كده في قضية خطيره جدا ومدان وموجود في السجن باغتصاب وقتل، طبعا حاجه كبيره جدا. فعايزين بقى يعرفوا اذا كان الموضوع هنا، شفنا قصه الجينات، شفنا الاسرار اللي بيخبيها الابن حتى في الهيستوري بتاعه او الكلام اللي بيخش عليه على الانترنت. فالمسلسل يعني جرس انذار كده للاشياء اللي ممكن يكون بيخش عليها الابناء، اشياء خطيره حاجات عنيفه او عن الاجرام والميول الاجراميه اللي عند الشخص ممكن تخليه يخش على حاجه زي كده. والمحاميه عايزه تستغل النقطه دي بقى. ايه هي النقطه دي بقى؟ حاجه اسمها جين المحارب او جين المقاتل. الجين ده يعني ممكن يستخدموه في بعض القضايا، ويقول لك مثلا ان الراجل ده هو كان عنيف او قتل حد معين بس لسبب ما، ان هو كان عنده جين ورثه من حد معين. فطبعا كان هنا الجد بقى اللي هو ابو اندي اللي موجود في السجن، عايزين ياخدوا بقى ويحللوا الدي ان ايه والكلام ده كله، ويوصلوا ان ايه الجين ده ممكن يكون واصل له، فيتم تخفيف الحكم لو تمت الادانه بالفعل. هيقولوا يعني الموضوع مش بس منه هو ان هو قتل، ولكن لسبب قهري او جين هو اللي ادى للموضوع ده. وتم الكلام على هذا الجين قبل كده في عدد قبل كده من القضايا، ومجرمين حاولوا يدافعوا عن نفسهم قبل كده، ومحامين واتكلموا في عدد من دول العالم، ويقولوا ده اصل الشخص ده عنده جين المحارب فهو لا يملك اختيار معين. فزي ما شايفين هنا مقاله بتتكلم ان ممكن هل يمكن لجيناتك الوراثيه انها تخليك مجرم، وبداوا يتكلموا هنا عن الجين ده. وفي الشرق الاوسط كمان بيتكلموا عن ان جين المحارب مسؤول عن السلوك العدواني عند الاشخاص. هنا بيقولوا ان مجرم مدان طبعا كان برضو بيقول ان الجين المحارب هو اللي بيخليه يقتل. فبالتالي الطبيبه بعد التحليلات والكلام ده جابتهم في جلسه وكده وقعدتهم وقالت لهم ايوه هو ما عندوش جين المحارب. اخذوا طبعا بعد بقى شفنا العلاقه السيئه اللي كانت ما بين اندي وابوه طبعا بسبب الجريمه اللي هو عملها، وما كانش بيزوره في السجن والكلام ده، ولكن في الاخر يعني الزوجه راحت زارت حماها يعني وكده، وقعدت تقول له لازم ناخد منك العينه عشان نخفف الحكم على الولد لو تمت الادانه. فالدكتوره قالت لهم بقى ان لا هو يعني جين المحارب مش واصل، هو واصل لاندي الاب ولكن مش واصل لجيكوب، ولكن مش هو العنصر الرئيسي، في حاجات تانية زي ما قالت اسمه جرين وان. جرين وان ده برضو مسؤول عن السلوك العدواني، عشان كده كان بيخش بقى على مواقع فيها عنف كبير ودماء والكلام اللي احنا شفناه، وكمان عنده نقص القدره على حاجه اسمها التقمص الوجداني، او يعني ايه ان انت تحط نفسك في موقف مكان الطرف الاخر او مراعاة شعور الاخرين والكلام ده، هو عنده نقص قدرة على ذلك كمان. فكل ده يخلي الولد اللي عنده 14 سنة جيكوب طبعا ان هو مؤهل ان هو بالفعل قد يكون قاتل، ولكن ده مش هنعرفه غير في الحلقة التامنة. وان شاء الله هنشوف بعد كده هنعمل الحلقة للحلقة التامنة ونتكلم عن الموسم بقى بشكل كامل تاني بعد نزولها في اخر الشهر. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة، ومع السلامة.